تحياتي لك أستاذ سعد أهلا بك. ولزميلتك وجمهوركم الكريم ومن خلالكم إلى شعبنا العراقي العظيم. الحقيقة ساعة المعارضة الحقيقية، يعني المعارضين الحقيقيين للنظام، نظام الميليشيات القائم بإقناع كثير من الجهات المؤثرة في القرار الأمريكي والدولي بضرورة استمرار الوصاية الدولية على العراق إلى حين الخلاص، بالرغم من التباطؤ اللي حصل الحقيقة خصوصا من الإدارة الحالية بمواجهة القتلة والميليشيات الذين يحكمون البلاد للأسف تحت اسم الديمقراطية في العراق، والشرعنة التي تؤخذ من صناديق التزييف والاقتراع اللي تحصل في العراق، وبالتالي تهيمن على تجتم على صدور العراقيين. الآن هذا يعني استمرار الوصاية اللي يعبر عنها طبعا هنا قرارين بالمناسبة، القرار هذا اللي هو يعرف يعني 13303 اللي هو صدر جورج بوش أيام الغزو، وكان يمثل بديلا لقرارات الوصاية الدولية، لا تذكر جنابك، يعني قرارات العقوبات الدولية على العراق. عندما ترفع هذه العقوبات صارت السلطة بيد الدولة المحتلة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فمعنى أن يخول وزير الدفاع ووزيرة الخزانة بصلاحيات الرئيس اللي منها استخدام القوة طبعا واستخدام العقوبات، هذا اليوم العراق محتاجة للوقوف بوجه الميليشيات التي أنتجت هذه الحكومة الحالية، والحكومة يبدو عاجزة عن مواجهة هذه الميليشيات ولا تريد في نفس الوقت. ولذلك اللي ينتقدوا هذا القرار هم المستفادين من الأوضاع الشاذة في العراق سواء داخليا وخارجيا، وأولهما إيران. ولكن إيران الآن كما وصفنا قبل سنوات تذكر جنابك دخلت مرحلة التخلي عن هؤلاء، فما تسمع لها صوت في هذا الموضوع، وللأسف بعض الدول العربية تريد أن يعني تقترب من إيران في الوقت الذي هي نظامها ينتهي ويعني ومستسلم، وتريد أن تجامل الميليشيات في العراق. لذلك هذا قرار مهم جدا استمراره في هذه المرحلة، وينتهي مع يعني مع عودة الحكم الوطني إلى العراق وإنتاجه، وينتهي هذا القرار طبعا بكل تأكيد، ويطالب الوطنيين الشرفاء عند ذلك بإنهاء هذه الوصاية على العراق. القرار سوف يعزز دور السفيرة في بغداد التي كما ذكرت أنا في محطات كثيرة أنه لها برنامج، وبرنامجها الحقيقة يقف عائق أمامها الآن وهي الميليشيات. وشفنا ما حصل جنابك يوم أمس في البعيثة، كان نموذج على مدى تراخي السلطة ومجاملتها أحيانا في عدم مواجهة القتلة والسراق اللي يعني يستخدموا القوانين كقانون الحشد وغيره كغطاء لتدمير الدولة. ما يحصل الآن في تدمير الأراضي الزراعية والنخيل في الدورة والبعاثة هو جريمة كبرى الحقيقة، يعني من ضمن جرائم الحرب هذه طبعا. ولذلك هذا اللي حصل قبل يومين نموذج شاهد على أنه العراق عاجز الآن، والشعب العراق يثور ضد هذا، ولكن هؤلاء قتلة ممكن أن تكون مجازا. نعم دكتور أحمد، بعد الترحيب بك ثانية، قيادي في تحالف الفتح علق على تمديد الرئيس الأمريكي لحالة الطوارئ في العراق بأنها دلالة على حدوث ربما تغيرات وتطورات ستطرأ على المشهد في الساحة العراقية خلال العام المقبل في 2024. دائما يتكرر هذا الطرح، هل أنت معه؟ ما أقصد هو الشخص بالتغيير، يعني هم يعني المنظومة السياسية المشكلة لهذه الحكومة الآن مرعوبة الحقيقة، وقسم منهم حتى أصيب بجلطات يعني من الخوف والرعب، مرعوبين، وقسم من قادة الميليشيات الآن ما متواجدين أصلا، توقعوا في أي لحظة يعني أنه الناس الشعب العراقي الآن الذي يتهيأ للثورة الكبرى. طبعا احنا ما نحب الانتقام، ولكن هم ما قصروا مع الشعب العراقي بكل اطيافه، ولذلك هو يريد يخفف على انه هذا يتجدد كل سنه. نعم يتجدد كل سنه، ولكن اموال العراق، الشخصيات التي ممكن ان تعاقب، قتل سليماني وابو مهدي المهندس جاء وفقا لهذا القرار، وما سوف يحصل من اي تحرك من ميليشياتكم اللي انتم تتفاخروا فيها وتعتبروها مقدسه لا يمكن المس بها، سوف تسحق الحقيقة بموجب هذا القرار وغيره. ولذلك طبعا يحاول أنه لا يرسل رسالة للشعب العراقي بأن ينتفض بوجه هؤلاء. أنتم قتلة مستفيدين مما حصل من أوضاع شاذة في العراق منذ 20 عام، مارستوا كل الخداع باسم الدين والطائفة وما شابه ذلك، وجاء وقت الحساب.
ووقت الحساب لا يمكن الحقيقة لأمريكا نفسها التي تحميكم بموجب هذا القرار. بالمناسبة هذا القرار أيضا يحمي النظام السياسي، ولكن الآن الأوضاع الإقليمية وعلى ما يبدو هذه الإدارة مشاكلها الداخلية جدا كبيرة، ومنها ما يتعلق بالديت سيلينج اللي هو رفع الدين اللي في أزمة كبيرة طبعا قد تكون عالمية، وضغط الجمهوريين بشكل مباشر على إدارة بايدن هي التي أبقت هذا القرار، ولا كان بايدن والحزب الديمقراطي كانوا طريقهم إلى إلغاء هذا القرار كما ألغى القرار اللي ما يعرف بال يعني الأثوريتي أو فيوزنج استخدام القوة صلاحية استخدام القوة العسكرية في العراق اللي الآن معلق هذا القرار. نعم. ولذلك حليفتكم إيران تقاربها لهذه الإدارة كانوا يريدوا أن يلغوا هذه القرارات حتى يستباح العراق بشكل تام وشرعي من قبل إيران والمجرمين والعصابات. نعم. طيب ألا تعتقد أو ألا يبدو هذا الإعلان أو القرار الأمريكي من جانب الرئيس الأمريكي تمديد حال الطوارئ يبدو غريبا وتوقيته غريبا، على اعتبار كما قيل أن حكومة الإطار التنسيقي أو تحالف قوى الدولة لبى جميع المطالب التي فرضتها الإدارة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بتهريب العملة والدولار وما شاكل، وتلبية أيضا مطالب البنك الفدرالي الأمريكي؟ نعم، بالنسبة للتوقيت هو توقيت سنوي أستاذ سعد. نعم. وتعرف جنابك في مايو عام 2003 يعني عام الاحتلال حول الحقيقة الرئيس الأمريكي صفة الوجود الأمريكي أنذاك من قوة إحلال يعني قوة على اعتبار جهات لإسقاط أو تحرير العراق كما كانوا يدعون إلى قوة احتلال، تذكر جنابك هذا الموضوع ويذكر الشعب العراقي كله والعالم. بموجب هذا التوقيت في مايو عام 2003 صدر هذا القرار اللي هو أمر رئاسي الحقيقة اللي أنا ذكرت لك إياه تحت رقم يعني 13303 اللي هو 13303. هذا الأمر الرئاسي كل سنة يجدد، يعني هو صدر بطريقة تلقائية أنه كل سنة يجدد، ولذلك التوقيت نعم توقيت زمني ولكن توقيت سياسي مهم مع تصريحات السفيرة جنابك ومع تأكيدنا بأنه هذه القوة الظلامية الميليشياوية التي تتخذ من داعش والإرهاب والقاعدة الحقيقة سببا وذريعة لبقائها تحت مسميات المقاومة وما شابه ذلك، هو هذا اللي يجب أن يناقش. هذه مسؤولية دولية، هذه مو مسؤولية الشعب الذي يذبح وينحر ويرحل ويهجر. تعرف كيف؟ نعم الشعب العراقي ليس بجبان، ولكن القوة الغاشمة التي كما شاهدناها في تشرين التي تجزر عهد السادات أن تجزر، هذه القوة لا يمكن مواجهتها إلا بسحب الشرعية اللي احنا في البيان الاول المعارضه العراقيه طالبنا بانه اسقاط هذا النظام الميليشياوي وليس الديمقراطي يتم عن طريق سحب الشرعيه. هذا حقيقه يتلخص بانه شرعيه هؤلاء وشرعنه وجودهم قد انتهت وانه زمن التغيير قد ابتدى وبشكل سريع. ما دمنا نتحدث عن زمن التغيير اذا دكتور احمد، العراق اليوم كما تعلم يستعد لعمليه انتخابيه مهمه، انتخابات مجالس المحليه، هل ستكون برايك اذا هذا او ستفتح الابواب امام زمن التغيير، ستكون بدايه لتغيير المشهد خاصه مع الحديث المتكرر عن انتهاء فعاليه النظام السياسي في العراق والحاجه للتغيير الجذري؟ يعني خليني اقارن لك ما يحصل في تركيا الان. كل الآراء تعتقد أنه ما حصل في تركيا هو أمرا ليس سهلا. الرئيس أردوغان يمتلك شعبية والكل يعرف ذلك وقدم إنجازات لبلده، ولكن عندما ضرت مصالح المواطنين بشكل أو بآخر انخفضت هذه الشعبية ولا مصيره السياسي قلق، لا أحد يستطيع أن يخمن هل سوف يفوز أو لا، وارتبط بشيء أو بآخر بعدة عوامل منها داخلية وخارجية، وهي دولة تركيا دولة لها يعني دولة ليست يعني بسيطة، دولة مهمة ومتطورة وتؤثر بالقرار الإقليمي وأحيانا الدولي وعضو في الناتو. فعكس هذا الأمر على العراق، الانتخابات مهمة للتغيير نعم، ولكن أي انتخابات في صندوق يتم تغييره في وضح النهار، يعني يسحب صندوق وتأتي صناديق في ظل سلاح مو بس منفرد الحقيقة، سلاح مهيمن على الدولة وعلى قراراتها في ظل مال سياسي منهوب مسروق يعاد إنتاج بالطبقة السياسية في ظل تراخي أممي وبعثة أممية الحقيقة تشرعن هذا النظام والانتخابات. الكل يعرف أنه في عام 2021 كانت نسبة المشاركة لا تتجاوز 8.5% إلى 11%، تم رفعها إلى نسبة 40%،
والعالم كله يعرف ذلك. في ظل يعني الحقيقة في ظل برلمان للأسف يعني ما يعبر حتى عن 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 أبسط مستلزمات الشعب العراقي، ودليل ذلك هذه الموازنة. شوف شلون صاير عملية سحب وبدل فيما بينهم لغرض تحقيق مصالحهم. وأقول الانتخابات عندما تجرى في ظل هذه الظروف، نحن الحقيقة سوف كما دعونا إلى المقاطعة عام 2019 هذه المرة سوف نتحرك لإسقاطها دوليا، لأن هذه تعطي شرعنا للوجود. أما الانتخابات عندما يتم إجراءها في ظل المعطيات الحقيقية وأسسها الأساسية، لا بأس لا بأس، بالتأكيد سوف يحصل تغيير، وأنه الشعب العراقي سوف يلقي بهم في يعني في قمامة يعني في الطرقات، هكذا أريد أقول عبارة أخرى. نعم، وحصلت أكثر من مرة الحقيقة، يعني موجات بشرية حتى عام 2010 الحقيقة ترى كان إلى حد ما كانت انتخابات إلى في بها يعني ضوابط محددة، حصل نوع من التغيير عام 2010، ولكن لم يدافع العالم آنذاك عن الديمقراطية في العراق. ومنذ عام 2010 انتهت الديمقراطية بالشكل الرسمي في العراق، وجاء زي هيمنة العصابات والميليشيات والفساد، نعم، وللأسف متسترة تحت ستار الدين والطائفة كما أقول. وطبعا هذا ما جعل إيران ودول أخرى متطرفة في المنطقة من الخليج أن تهيمن على العراق. شكرا دكتور. تحاول أن يعني تقسم المجتمع العراقي. نعم، تحياتي لك.